السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بأخبار العملات الرقمية. فيديو سريع أصدقائي، راح يكون عن تحليل البيتكوين وآخر أخبار البيتكوين واللي ساعدت بهبوط البيتكوين الأخير لمناطق 26,000 دولار. طبعا أصدقائي، بالفيديو الماضي تكلمت عن البيتكوين، قلنا إذا ما اخترقنا مناطق التواجد الموفينج أفرج 200 راح يكون في عندي هبوط قاسي، مرة تانية ممكن تنزل لمناطق التجميع السابقة. حاليا كسرنا حتى الترند الصاعدي اللي كان مرتكزين عليه منذ فترة طويلة جدا، وصار عندي انخفاض حاليا لمناطق 26,000 دولار. حاليا دعومي على البيتكوين بعد كسر الترند الهابط هو مناطق 25,200 إلى مناطق 24,500. هاي راح تكون دعومي على البيتكوين. بهاي المناطق هي مناطق الارتداد الصحيحة. حاليا الدخول بصفقة لونج خطر كبير، حتى بعد الهبوط الكبير الدخول بصفقة لونج عبارة عن خطر. حاليا كسر الترند الهابط راح يأكد الهبوط لمناطق ال 25,500 كهدف أول، بعدها ممكن ينزل لمناطق ال 24,500، لكن لازم أتأكد إنه هذا الكسر ليس كسر وهمي. ممكن نرجع نقفل مرة ثانية فوق الترند الصاعد، لكن إذا قفلنا شمعة اليوم أسفل الترند الهابط فهبوطي راح يكون قاسي لمناطق ال 25,500 إلى ال 25,000 دولار. شو سبب الهبوط؟ طبعا في عوامل مساعدة للهبوط رغم التحليل الفني. أحد العوامل اللي ساعدت بهبوط البيتكوين هو تأجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات ثلاثة من الشركات اللي بيحاولوا ينشئوا صناديق ATF سبوت، تم تأجيل طلباتهم والنظر إليها في وقت آخر. يعني ما راح يتم إنشاء الصناديق ATF سبوت لهي الشركات، ومنها شركة فايكري ما راح يتم إنشاء حاليا صندوق البيتكوين الخاص فيها الـ ATF سبوت. لهيك هذا الخبر اللي سرع هبوط البيتكوين أو سرع نسبة هبوط البيتكوين، لكن بالهبوط كان متوقع لأنه فشلنا بكسر الموفينج افريج 200. أصدقائي، بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.